نذهب مع حضرتك مشاهدي الكرام إلى الإسماعيلية، والزميل إبراهيم عزت يجري لنا هذا الرصد من أمام أحد شوادر مبادرة حياة كريمة. نعم مشاهدينا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، ما زلنا نتابع مع حضراتكم اصداء هذه المبادره الاحدث التي تقدمها مبادره حياه كريمه لتوفير اللحوم باسعار اقل بكثير عن الاسواق الخارجيه. نحن هنا نتحدث الى حضراتكم من محافظه الاسماعيليه، هذه المحافظه التي تحوي ثلاثه شوادر مختلفه في مناطق مختلفه هنا في الاسماعيليه، والحقيقه شهدت هذه الشوادر والأماكن المخصصة لبيع اللحوم إقبال ملحوظ من المواطنين على مدار الساعات الفائتة من اليوم الثالث لإطلاق هذه المبادرة. أيضا إن أردنا الحديث عن التسهيلات أو التيسيرات التي تقدم للمواطنين، نحن نتحدث بالطبع عن دور المتطوعين في هذه المبادرة، ربما يساعدون كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا لتسهيل الأمر على المواطنين بصورة عامة، إذ شهد أي من الشوادر إقبال كثيف أو إقبال يعني في مختلف بعض الشيء عن الشوادر الأخرى. بصورة عامة هذه المبادرة التي لطالما منذ أن أطلقت في يناير من عام 2019 لرفع العبء عن كاهل المواطنين، رأينا عدد من المبادرات، ولكن في هذه الفترة وهذه الأيام تحديدا نتحدث عن المبادرة المتعلقة بتوفير الدعم الغذائي وتوفير اللحوم فقط ب 310 جنيهات، هو سعر كيلو جرام للحوم، يعني ربما تعدى هذا السعر في الأماكن الخارجية 400 جنيه وأكثر. وأيضا نتحدث عن سعر أقل، عن ربما نتحدث عن 210 جنيهات، ولكن لكل يعني سعر هناك نوع مخصص، ولكن هذه الصورة التي تأتيكم تحديدا هذه هي اللحوم الطازجة التي يتم ذبحها بشكل يومي قبل أن تطرح في الشوادر المتعلقة بعد أن تخضع إلى الإجراءات البيطرية وإجراءات السلامة بالطبع قبل أن تصل إلى الأماكن المخصصة والمنافذ المخصصة من مبادرة حياة كريمة في هذه الفترة. هذه الصورة من هنا من الإسماعيلية، تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم.